مجموعة من الجنود الرومان كانوا بيضطهدوا المسيحيين وبيطالبوهم بدفع ضرائب ونقود مبالغ فيها. هنا السيد المسيح بيشكر بعض هؤلاء الفقراء، فبيطلب من القديس بطرس أن يذهب إلى البحر ويصطاد بعض السمك، ومن خلال هذا السمك بيستخرجوا النقود والعملات الذهبية فيما يشبه المعجزة للسيد المسيح. هنا مازالش طبعا بيصور اللوحة في شكل تتابع للأحداث، يعني في أقصى اليمين بنبص نلاقي الجند الروماني وهو بيخاطب أحد القديسين بضرورة دفع هذه النقود. لو انتقلنا للجزء الأوسط وهو الحدث الرئيسي، بنلاحظ بقى الجند الروماني في مواجهة مجموعة الحواريين والناس البسطاء اللي بيشكوا للسيد المسيح أو الشخصية اللي بتمثل السيد المسيح. ثم في آخر جزء خالص في هذا العمل بنبص نلاقي القديس بطرس في البحر بيستخدم الأسماك اللي هي بعد كده هيخرج منها النقود والعملات. طيب بالنسبة للناحية التشكيلية في العمل، هنبص نلاقي أولاً إن في هنا اهتمام بقى بالجزء التصميمي، بالتكوين المحكم، التكوين الكلاسيكي، مازالت شو هيجا لفكرة البحث في التكوين أو التصميم. أولاً نلاحظ إن في مقدمة وفي خلفية، الخلفية بتمثلها مجموعة جبال وأشجار ملونة بألوان باردة أو ألوان جلب عليها الرماديات، بينما في المقدمة بيغلب على الألوان حالة السخونة الأحمر والأصفر وبعض المرات الروز والبينك وهكذا والبنيات. كل ده بيخليني دايما في إحساس بالبعد بيتحقق من خلال تنوع الألوان ما بين السخن والبارد في المقدمة والخلفية. تاني حاجة هنبص نلاقي هنا المبنى المعماري اللي بيصوره مازالشو في أقصى اليمين مرسوم بشكل هندسي يعني أكثر دقة من النموذج اللي كان عنده جوتيه فابريانو. أكثر من كده كمان إن الخطوط هنا المنظورية أو الخطوط الهندسية للمبنى المعماري بيستخدمها مازالشو تصميميا عشان تتجه كلها إلى نقطة هروب. نقطة الهروب هنا هي بتتمثل في رأس الشخصية اللي بتمثل السيد المسيح، يعني معنى إحنا لو ودينا الخطوط بتاعة المبنى المعماري كلها تتلقى عند السيد المسيح، ده كله شكل من أشكال التأكيد على مركز الاهتمام اللي هو هنا بيمثله في العمل شخصية السيد المسيح. جزء كمان مهم جدا وهو فكرة المعادلة الواقعية والطبيعية للأجسام. احنا قبل كده شفنا حالة من حالات التسطيح عند جنتين دفريان ما نحسش بثقل أو صلابة الجسم اللي بيغطيه المعاش أو النسيج، بنشوف مجرد زخارف بتملأ النسيج دون اهتمام بالضوء والظل أو تجسيم العنصر. لكن هنا بنلاحظ إن مازالشو عن طريق دراسته للمنحوتات بيخلي الجسم البشري أقرب للنحت. يعني هناك تدرجات ما بين النور والظل، في إحساس بثقل الجسم على الأرض، في ظل الأجسام على الأرض عشان برضه يديني إحساس إن دي أجسام حقيقية. القماش أو الملابس الموجودة هنا معالجة بطريقة بحيث إنها تعبر عن الجسم الموجود تحتها، مش مجرد يعني معالجات خطية محفوظة لبنيات القماش. ده كله طبعا نتيجة للدراسة المتأنية لمازالشو بالمنحوتات الرومانية. طبعا ملاحظين هنا البحث في الفورم في التقسيم، يعني هو دايما بيلجأ للتقسيم عن طريق وجود مساحات النور والظل، بيبعد عن الأداء الخطي. دايما اللي معاه فيه أداء يسمى الأداء الخطي اللي هو بيعتمد على تحديد كل العناصر بالخط، لكن هنا مفيش أداء خطي، هنا في أداء لوني بيعتمد على مساحة نور في مواجهة مساحة ظل أو مساحة ظل مقابل مساحة نور عشان يؤدي إلى هذه الحالة من حالات التقسيم. النقطة الهامة هنا يا جماعة كمان فكرة وجود المجهول والفراغ، توزيع المجهول والفراغ. يعني أنا في فترة يعني في مكان أو في بوزيشن معين في التكوين بلاقي في مساحة فراغ حوالين العناصر اللي هي هنا بتحتشد من قابلة اللوحة عشان يحصل عملية اتزان ما بين مشغول وفراغ داخل التكوين. العناصر هنا طبعا ما زالش متأثر بفكرة تصفيف أو ترصيص العناصر على الخط، فبيبدو الشخصيات المصورة كأن هي
مجموعه من الممثلين او المؤدين على خشبه مصر. العمل ده زي ما اتفقنا ان هو منفذ بتقنيه الفريسك، وهي تعتمد على الالوان المائيه وتستخدم على سطح رطب. طبعا نقدر نقول ان مازاتشيو قدر يستوعب جدا الاساليب القديمه اللي تلقاها عن الاستاذ دول كان اسمه جيوتو، وجيوتو بالمناسبه هو بيعتبر يعني حلقه وسط او حلقه انتقاليه ما بين الفن القوطي وما بين مرحله عصر النهضه، لان تتلمذ على ايده ناس بدات تستوعب التعليم المتكلم عنه جيوتو زي المنظور والابعاد الجو الى اخره، وبدات تطوقها بشكل قوي وبطيء، خصوصا الفنان مازاتشيو هو يعتبر البدايات الاولى لهذه المرحله. طبعا عايزين نقولوا ان الفنان مازاتشيو ما عاش فتره طويله، لكن خلال الفتره القصيره اللي عاشها خلال عمره القصير قدر ان هو يرسي قواعد خاصه بالرسم والتصوير هتكون هي الاساس او المدخل بعد كده للفنانين اللي يجوا في مرحله اخرى بتسمى مرحله عصر النهضه المتقدم، اللي هي بتبدا من عام 1495 او نقدر نقول مجازا ان هو نهايه القرن ال 15، وهيبدا يظهر فيها الاسنتيزم في عصر النهضه زي ليوناردو دافنشي ورافائيل ومايكل انجلو، وده ان شاء الله هيكون موضوع المحاضره القادمه ان شاء الله. مع جزيل الشكر لكم.